ثمانيات جمهور السيد العجوز لافيكيا سنيورا هنا في استاد الميستايا في فالنتيا. هو لقاء مرتقب ناري بين اليوفي وفالنتيا، وهي للمفارقة أول مواجهة أوروبية ستجمع الكبيرين يوفي إيطاليا وفالنتيا في وضع استثنائي، في وضع سيء جدا على مستوى الدوري الإسباني. والانتصار بعد أربع جولات، بينما اليوفي اللقب الثامن على التوالي يبشر منذ البدايات. الناس تحسمها في الخواتيم، الناس في الدوريات أخرى تظهر صورة البطل واللقب ممكن بعد بداية أولى لمرحلة الإياب في إيطاليا من أول موسم. اليوفي يعمل بالعربة الثامنة نحو متحف الأمجاد، متحف لا يوفنتوس في لقب جديد. الدوري الإيطالي ملينا منه، كأس إيطاليا كرهناها بالنسبة لعشاق اليوفي. المطلب الشعبي للأنصار للبيانكونيري هي الشامبيونز ليج. كارلوس سولير على اليسار وسط ميدان اللاعب غويديس رقم 23 باتشو. الاول هات تو هات بين الفريقين، يمشي كريستيانو رونالدو. رونالدو على فكره دراني فالنتيا امكانيه الاتاك، وكره ترجم الدفاع، ترجع الكره عن طريق شوطة لا تمشي ممتازه، وكره عاليه على تشيزني، كره تخرج ضربه مرمى من اللاعب غويديس. والكرة تمشي عن طريق اللاعب باريخو. فالنتيا فرصة التوزيع على القائم الثاني براس خطيرة، وفرصة أخرى لفالنتيا. ترجع الكرة أيضا ضربة مرمى. عمين آخر مشاركة على فريق الخفافيش فالنتيا وصيف أوروبا مارتين. يرجع وينتصر ويصبح من المؤهلين الكبار في مجموعات كان موسم 2013-2014. حلوة الفالنتيا، البداية قوية لون الاحتياط، والكرة تمشي خطيرة دون مليح التوزيع والدفاع. الشامبيونز ليج في ارثها الحديث في ثلاثة. يمشي باتشوي يتلخط عليه، والكرة ترجع في تماس للإسبان. المرتبة 17 لفريق فالنسيا، الفريق الذي استكمل كريستيانو رونالدو 120 هدف 153 ماتش، أكثر لاعب في تاريخ الشامبيونز ليج لعب مباريات. طبعا إذا استثنينا حراس المرمى والركور لإيكر كاسياس 167 ماتش أوروبي، كريستيانو اليوم 154. هذا هو الدون غويديس الكونتراتاك، كرة تضيع والحكم يرجع لخطأ. فاول صريح موجود صحيح لمصلحة خفافيش الدار نادي فالنتيا ممثل الإسبان. ثلاثة تمشي الكرة الانتلاف عن طريق كريستيانو رونالدو، أول شوطة والركنية لفريق تورينو كبير تيران. الهداف التاريخي لليوفي أوروبيا 49 هدف هو أليكس لوليبي، ولكن يبقى كبير رائع جدا التاريخي جوفاني ترافاتوني. هذا اللاعب يمشي كرة حلوة برشا خطيرة رونالدو، والهدف الأول يضيع عن طريق سوبر مانزو. مانزو كيتش وصيف بطل العالم في الدقيقة 10 يضيع الاسيست لكريستيانو رونالدو. روعة برناردسكي، قوة برناردسكي، الكروس الانتباه لكريستيانو، والضربة كيف أدرها كيف ضيعها كرواتي اللاعب مانزوكيتش. ماريو شامبيونز ليج تعلن عن نفسها، تعلن عن قوتها، تعلن عن تقديم. بدأت الدور، اليوفي يمشي كريستيانو رونالدو، والكرة تخرج ضربة مرمى أو ركنية. سنرى قرار الحكم، لا ضربة مرمى. 550 من إسبانيا يترك البطولة الأوروبية كبطل، وفي إسبانيا هكذا شاءت القرعة. يرجع الدون البرتغالي ليلعب من أجل البطولة. جت باسمه مدريد لأنه وقت اللاعبين كانوا في المرينجي. ترجع الكرة طويلة بعيدة، ترجع الكرة لفريق اليوفي الفريق الأكثر تمثيل لسكوادرا زورا في إيطاليا، أربع مرات أبطال العالم. ترجع الكرة وسط الميدان، دائما يقولون لما الكرة تكون بخير في اليوفي المنتخب يكون ممتاز، ولو انه في هذه السنوات رغم الامتياز نتاع اليوفي ولكن ممكن. دانييل فاس التوزيع والدفاع متفطن عن طريق البرتغالي، حطها بر اليوفي اللي هذا العام تقريب تمر 60 سنه. سبعة بلاش وخرج من اول دور مع فريق فينرس النمساوي من رفقاء كريستيانو. فهل يكون رونالدو هدافهم الاول في هذا الموسم، موسم الذي تثيره الابطال؟ يوزع كره خطيره وفرصه الهدف الاول، جول مش ممكن. ما اداره اليوفي، ماذا دار اليوفي؟ فرصه الهدف الاول، كره ممتازه، كريستيانو يصنع جول، كره ممتازه في الاسيست، هو فرصه ضاعت.
فرصة ضاعت غريبة أظن سامي خضيرة، أظن بالفعل سامي خضيرة، سامي خضيرة اللي في تاريخه كامل يلعب رونالدو يواصل كرة أخرى ترجع بالرأس، فالنسيا تعاني تمشي أزمة ترجع كرة بونوتشي ولكن حذاري في الكرة يضيع يقبل ضيع زوز أهداف اليوفي ما يضيع انتظار المباراة متوترة في أجوائها رونالدو يعني شعلها وين يمشي شعلها كريستيانو رونالدو رونالدو يعني عمل العملة وعبارة على قائد قال لهم أنا قائدكم يلا جنود أتاك وجنود اليوفي يحاربون من أجل قائدهم رغم أنه هو سبب المشكلة الآن مرتين ثلاثة والحكم أحد المساعدين باش يحكي له راه كريستيانو عمل هو إيه رونالدو رونالدو أنا متأكد يمشي ورقة حمراء ورقة حمراء ورقة حمراء لكريستيانو رونالدو ورقة حمراء في 29 دقيقة جيتك يا عبد المعين باش تعين لقيتك يا عبد المعين عليا مش ممكن مش ممكن حكم المساعد هو فيليكس يقول للقائد كياليني هاوش عمل كريستيانو نصف ساعة ما نذكرش كريستيانو خرج بورقة حمراء في أوروبا مش ممكن شعملت كريستيانو هيا هيا الحوار متواصل هنا واحدة أخرى شفاها بالضبط عادية في الثانية لكن الأولى استعمل استعمل شنو استعمل والله يظلي شوية شوية قاسي لا لا يظلي شوية قاسي ورقة صفراء وكي نشوف الكابتن جمال الشريف لا عاد بعد ما طاح هنا بعد ما كلاها الضربة أعطيني كيفاش كلاها الضربة في الكونتاكت الثاني عادي جدا لذلك الفار سيعتمد في الادوار المتقدمه للشامبيونز ليج ما فماش انا نشوف اقصار قاسي قاسي جدا رونالدو تاثر كثيرا هذا بينك وبين اليوفي اوروبا ترفض اليوفي وضرب جزاء واليوفي يروضها بالحديد والنار بينالتي لليوفي ضرب جزاء لفريق اليوفي ضربة جزاء مستحقة لفريق اليوفي مباراة كبيرة برشا وانذار وورقة صفرة في المباراة ولكن بينالتي يحصلها فريق اليوفي دانيال باريخ ورقة صفرة نتيجة الحقيقة منطقية طبيعية قلت لكم حتى بنقص العقيرها يمشي بالكرة وحتى جول 1-0 رغم متابعة ناتو ولكن ميرا لام بيانيتش يفتح بوابة التسجيل 1-0 لليوفي 1-0 لليوفي نتيجة حقانية نتيجة حقيقية نتيجة واقعية نتيجة منطقية نتيجة يعني لتفوق كاسح لليوفي ضاعت الأولى ضاعت الثانية رفضت الثالثة العارضة أنقذت نيبدس بيدس للتوزيع من خوزي كار حارس تشيزني تشيزني موجود اليوفي لازم يرد باله في اول عشر هذا الفريق الرائع فالنسيا اللي غير كل 2000 ريال مدريد و2001 ركلات ترجيح اللي ظلمته ضد البايرن ميونخ على الكرات العاليه الهوائيه تمشي كره بالراس وفما ضربه جزاء فما ضربه جزاء ثانيه خطا فادح على بونوتشي عمليه تمسك عمليه دفع والحكم فيليكس بريتش بطل هذه المباراه اقصى رونالدو ضربة جزاء أولى ضربة جزاء ثانية بيانيتش أمتع عملق ناتو حتى له المرة الثانية الإجابة قوة شخصية ميرا لامبيانيتش يا سادة قوة شخصية ميرا لامبيانيتش هذا اليوفي الأوروبي يمتع كما قال لهم أليجري ما بين الشوطين وما داخلين للشوط الثاني قال لهم عملتوا مباراة الشوط أول رائع اليوفي الكبير الإيطالي يتقدم في الميستايا 2-0 على فالنسيا اللي عنده 4 جولات مباريات أوروبية ما يخسرش ضد الطليان أندية السيريا هذا يزيد في دلالك هذا يزيد في جمالك هذا يزيد في بهاء السكور وقيمة النتيجة الواقع بانتظار تثبيت الوقائع ترجع كرة اختار دفاعية احساس حماسة الخصم في أول الدقائق لقى نفسه متقدم بالثاني في أول الدقائق للشوط الثاني تشيزني الأقرب تشيزني الأسبق على كرة الرأس السهلة من جويدس قدم الهجوم عن طريق أليكساندرو ساندرو يلعب كرة طويلة طبعا العمق فالنسيا والحارس كرة عن طريق باريخو دانيال باريخو خطيرة باتشواي باتشواي والدارجة كرة محاولة تسديد من بعيد وضربة مرمى
ضربة مرمى. جولة ممتازة بالنسبة للأهداف. الفريق المحلي محاولة التسديد. شاط كورة والحارس ممتاز تشيزني. الحارس تشيزني يتألق. يتألق الحارس تشيزني. جاري تشيف. كورة تمشي للحارس. منطقة الجزاء ممكن. ممكن سوليتش نحيا له. بليز ماتويدي فماش خطأ الحكم المالي. شو استعمل يديه في رأي مخالفة كانت موجودة صحيحة لفريق فالنسيا مسافة